لقد طلب مني أن أقوم بحل المزيد من مسائل النهايات، لذا دعونا نقوم بحل بعض منها. ما المسألة الأولى التي لدي؟ إنها نهاية اقتراب إكس نهاية اقتراب إكس من الصفر ل إكس ناقص 2 ضرب القيمة المطلقة ل إكس تقسيم القيمة المطلقة ل إكس. الآن الذي سيربك معظم الأشخاص مباشرة هو القيمة المطلقة، لأنه كيف نتعامل معها؟ لأنه لا يمكنك أن تطرح فقط إذا كانت هذه إكس، فستكون المسألة بسيطة، لأنه بالتالي سيمكنك تبسيطها. يمكنك أن تطرح 2 إكس هذه من إكس هذا، ومن ثم تحصل على الإجابة، لكن هذه تحتوي على قيمة مطلقة، لذا لا يمكنك أن تعالجها مباشرة. حسنا، ماذا لو كنا قادرين على التخلص من هذه القيمة المطلقة؟ كيف نفعل ذلك؟ لكي تكون هذه النهاية موجودة من أجل هذه النهاية، دعونا نفترض أنها تساوي ال، وال هو ما علينا إيجاده لكي تكون هذه النهاية موجودة. بالتالي فإن نهاية اقتراب إكس من الصفر يجب أن تكون موجودة من الاتجاهين الموجب والسالب. حسنا، هذا يعني أن هذا أيضا يجب أن يكون صحيحا. نهاية اقتراب إكس من الصفر من الجانب الأيمن، أي من الأعداد الموجبة لـ x ناقص 2 مضروبة في القيمة المطلقة لـ x تقسيم القيمة المطلقة لـ x يجب أن تساوي ال. ومن ثم نحن نعلم أيضا أن نهاية اقتراب x من الصفر من الاتجاه السالب لنفس الاقتران x ناقص 2 مضروبة في القيمة المطلقة لـ x تقسيم x أيضا ستساوي ال. إذا كلما قاربنا الصفر من اليسار سنحصل على عدد ما، كلما قاربنا الصفر من اليمين سنحصل على نفس العدد. ثم إننا نعلم أنه لا مشكلة بالنسبة للاتجاه الذي نقارب الصفر منه، وهو عبارة عن هذه الحالة، إننا نقارب ذلك العدد. إذا دعونا نحل هاتين النهايتين، وإذا كان لهما نفس الإجابة بالتالي نحصل على إجابة المسألة الأصلية. إذا كيف يمكننا تبسيط اقتراب x من الصفر من الجانب الأيمن؟ حسنا، هذا يعادل نهاية اقتراب x، نهاية اقتراب x من الصفر من الجانب الأيمن. حسنا، إذا كنا نعلم أننا نقارب الصفر من الاتجاه الموجب، فماذا نعرف عن x؟ نعلم أن x موجب، أليس كذلك؟ إن المقاربة تكون من اليمين، فإذا كان x موجبا سيمكننا التخلص من رموز القيمة المطلقة هذه. إذا نحصل على x ناقص 2x تقسيم x، وهذا يساوي نهاية اقتراب x من الصفر من الاتجاه الموجب. دعونا نرى ذلك، x ناقص 2x هذا يساوي ناقص x، x ناقص 2x، ومن ثم x تقسيم x يساوي 1. إذا نهاية اقتراب x من الصفر من الاتجاه الموجب لسالب 1، حسنا هذا يساوي سالب 1. حسنا، الآن دعونا نأخذ هذه الحالة الموجودة في الأسفل هنا، عندما نقترب من الجانب السالب كيف يمكن أن نفكر في ذلك؟ ما هي القيمة المطلقة لـ x إذا كان x عدد سالب؟ حسنا، القيمة المطلقة إذا كان x عدد سالب ستكون الصورة السالبة من x. فكروا بهذه الطريقة، إذا كان x يساوي سالب 1، عندما نأخذ القيمة المطلقة لـ x فإننا نضرب بسالب 1 مرة أخرى.
إذن لكتابة هذا بطريقة أخرى، هذا يساوي نهاية اقتراب إكس من الصفر من الاتجاه السالب إكس ناقص 2 ضرب ماذا؟ القيمة المطلقة لإكس تعادل سالب إكس. أتمنى أن ذلك منطقيا بالنسبة لكم. إذا كنا نتعامل مع أعداد سالبة، بالتالي فإن القيمة المطلقة لعدد سالب تعادل ضرب ذلك العدد السالب بالإشارة السالبة لجعله عددا موجبا، ومن ثم بالطبع فإن القيمة المطلقة لـ x في المقام، بما أننا نتعامل مع عدد سالب، أيضا تساوي سالب x. دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نبسط ذلك. ذلك يعني أن نهاية اقتراب x من الصفر من الاتجاه السالب، دعونا نرى، أحصل على إكس ناقص 2 ضرب سالب إكس. إذن هذه الإشارات السالبة يتم حذفها، وأحصل على إكس زائد 2 إكس. إذن أحصل على 3 إكس تقسيم سالب إكس. هذا يساوي سالب 3. إن هذا مثير للاهتمام، إنني أقترب من عدد مختلف عندما أقاربه من الجانب الأيسر. عندما قربت هذا الاقتران من الجانب الأيسر أو من الجانب الأيمن، يبدو أن هذه النهاية غير موجودة. دعونا نتأكد، اسمحوا لي أن أستخرج آلة التمثيل البياني وأؤكد دعوني أكتب هذا. إذن x ناقص، سأوضح لكم ماذا أفعل. x ناقص القيمة المطلقة لـ x تقسيم القيمة المطلقة لـ x. دعونا نرى، تمثيل بياني، وماذا لدينا هنا؟ ابتعاد. إذن هل هذا صحيح؟ أعتذر، لقد أخطأت. إنه إكس ناقص 2 مضروب في القيمة المطلقة لإكس. تمثيل بياني، هيا بنا. لا أعتقد أنه يمكنك رؤيته الآن. إن آلة التمثيل البياني تؤكد ما فعلناه، على الرغم من أنها تصلهم وتجعلكم تعتقدون أن التقارب في مكان ما هنا، لكن ذلك بسبب اختيارها لنقاط ووصلها. كما ترون إذن، كلما اقتربتم من الجانب الأيمن ستقتربون من سالب 1. حسنا، في الواقع إننا على سالب 1 دائما على الجانب الأيمن. كلما اقتربتم من الجانب الأيسر ستقتربون من سالب 3. إن النهاية غير موجودة على x يساوي 0. ستقولون أن ال غير معرف. تعلمون أنه يوجد سر ما عن النهايات، إنه ليس سيئا، لكن باستخدام نظرية معينة لا يجب أن تحلوا مسألة نهاية بطريقة خاطئة. لماذا؟ يجب أن تكونوا قادرين على حلها تحليليا، لكن إذا لم تعرفوا كيفية حلها تحليليا، فقط ضعوا أعداد صغيرة جدا هنا. جربوا، إذا جربوا 1 بالـ10 آلاف،
جربوا أعداد أكبر بقليل من عدد النهاية الذي لديكم، ومن ثم أصغر بقليل، ثم بترتيب عددي. إذا كان لديكم آلة حاسبة، انظروا من ماذا تقترب، وفي بعض الأوقات لن تكونوا بحاجة لآلة حاسبة، ربما أنه يمكنكم حساب هذا ذهنيا أو شيء ما كهذا. على أي حال، دعونا نقوم بحل مسألة أخرى. أغير الألوان. حسنا، دعونا نقوم بحل نهاية اقتراب إكس، نهاية اقتراب إكس من الصفر. لجيب 5 إكس تقسيم 2 إكس. الآن هذا يشبه جيب إكس تقسيم إكس، ونحن نعرف جيب إكس تقسيم إكس ما هو. وإذا لم تصدقوني، شاهدوا العروض التي أثبتنا فيها ذلك باستخدام نظرية الضغط. لقد أثبتنا أن نهاية اقتراب إكس من الصفر لجيب إكس تقسيم إكس تساوي 1. الآن هذا يبدو مشابها له. سيكون من الجيد إذا تمكنا من الحصول على تلك الصورة، وبهذا ننتهي. فكيف نفعل ذلك؟ حسنا، دعونا نجرب التعويض. دعونا نجرب الحصول على متغير مفرد بدلا من المتغير 5 إكس. دعونا نجري التعويض باللون الأرجواني، ونقول أن A يساوي 5 إكس. ثم إن هذا أيضا يعني أن نقسم كلا الطرفين على 5، ونحصل على x يساوي a تقسيم 5. إذا دعونا نجري هذا التعويض ونفعل ذلك. إذا هذا نهاية اقتراب x من الصفر، ستكون نفس ماذا؟ كلما اقترب x من الصفر هنا، فإن a أيضا سيقترب من الصفر. إذا هذا يعادل نهاية اقتراب A من الصفر، أو يمكنك اعتبارها بهذه الطريقة كنهاية اقتراب A من الصفر، فإن X لا يزال يقترب من الصفر، ربما على 1 تقسيم 5 من الخطوة، لكنه نفس الشيء. حسنا، على أي حال هذا يجب أن يكون إن النهاية هي اقتراب A من الصفر، وأتمنى أنكم مقتنعين أن النهاية اقتراب A من الصفر تعادل X تلك التي لا تزال تقترب من الصفر، لأنه إذا اقترب A من الصفر هنا، فإن هذا سيجعل X يقترب من الصفر. إذا نهاية اقتراب A من الصفر لجيب A تقسيم 2x، جيب a تقسيم 2x، لكن x تساوي a تقسيم 5، إنها 2 ضرب a تقسيم 5، وبهذا فإنها تساوي نهاية اقتراب a من الصفر. لجيب a تقسيم 2 تقسيم 5a. حسنا، هذا نفس الشيء، يمكننا سحب هذا، يمكننا أن نأخذ 2 تقسيم 5 هذا، إنه في المقام خارجا، إن هذه عبارة ثابتة لذا يمكننا أن نسحبها من النهاية، وبكل وضوح إذا سحبناها من المقام فسينقلب، لأن هذا عبارة عن 1 تقسيم 2 تقسيم 5 أو 5 تقسيم 2. إذن هذا يساوي 5 تقسيم 2، إنه عبارة عن سحب هذا من المقام وقلبه، لأنه 1 تقسيم 2 تقسيم 5 ضرب نهاية اقتراب A من الصفر. لجيب A تقسيم A، هو الآن هذا يبدو مقدارا مروعا،
حيث أن لدينا A بدلا من X، لكن ذلك لا يعمل أي اختلاف، إن هذا يساوي 1، هذا كله يساوي 1، إذن يساوي 5 تقسيم 2. ومرة أخرى، إذا حصلتم على هذه الإجابة وأنتم غير متأكدين، فاستخرجوا الآلة الحاسبة وحاولوا احسبوا ما هو جيب 5 ضرب 1 بالألف. إذن جيب 5 بالألف تقسيم 2 ضرب 1 بالألف، وهذا يساوي 2 بالألف. إذا أخذت ذلك سوف تحصل على عدد قريب جدا من هذا العدد، هذا تقريب إن هذا 2.5 بالضبط، ربما أنك ستحصل على 2.49999 أو شيء ما كهذا. إذا دعونا نحل مسألة أخرى. حسنا، لدي نهاية اقتراب x من الصفر، يبدو أن هذه تشبه المسألة السابقة، على الرغم من أن لدينا بعض الأسس هنا لجيب تربيع x تقسيم x تربيع، وهذا يشبه تقريبا جيب x تقسيم x، لكن لدي هذه العبارة المربعة، ماذا يمكنني أن أفعل؟ حسنا، نفس الشيء، هذا جيب x تربيع تقسيم x تربيع، إذا هذا يعادل نهاية اقتراب x من الصفر، نهاية اقتراب x من الصفر لجيب x تقسيم x تقسيم x كلها تربيع. إذا أردنا أن نسحب هذا فسنقوم بتربيع البسط وتربيع المقام ونحصل على هذا. إذا أردت أن تغير هذا لن أقول لك قم بالتبسيط. حسنا، الآن هذا شيء مثير للاهتمام. حسنا، هذه الاثنين إنها ثابت لن تتغير مع النهاية، إذا بإمكاننا أن نقول حسنا هذا يساوي نهاية اقتراب x من الصفر لجيب x تقسيم x كلها تربيع. وكيف هذا؟ لا يمكنني القيام بذلك إذا تواجد x هنا، لأن ذلك سيغير النهاية، لكن هذا ثابت، إذا هذا الأساس هو الشيء الوحيد الذي سيتغير كلما اقترب x من الصفر. إذا بإمكاني أن أخذ النهاية من خلال الأساس، أعتقد أنه يمكنك أن تقول وتصل إلى هنا. والآن قد عدنا إلى ما أثبتناه في العرض السابق، ما هي نهاية اقتراب x من الصفر لجيب x تقسيم x، أليس كذلك؟ إنها 1. إذا كم يساوي 1 تربيع؟ يساوي 1. وبذلك نكون قد انتهينا. أتمنى أنكم وجدتم هذا مفيدا.